مرحبا بك في مكتبة بيزالي الطبية. نبين لك في مقطع الفيديو التدريبي هذا خطوات تثبيت البرنامج. تصلك أولا هذه الرسالة إلى البريد الإلكتروني المسجل من فريق الدعم لدى بيزالي، حيث تحتوي الرسالة على الرمز الترويجي وبيانات الدخول للمستخدم. اضغط على زر My Products لتنتقل إلى صفحة تسجيل الدخول على موقع بيزالي. أدخل عنوان البريد الإلكتروني والرقم السري لتسجل الدخول، ثم ستنتقل إلى صفحة حسابك. أدخل رمز الكوبون الذي تلقيته على بريدك الإلكتروني واختر نظام التشغيل للبرنامج، ثم تأكيد نظام التشغيل، ثم اضغط Submit. سيتم تحويلك الآن إلى صفحة My Products، حيث تحتوي هذه الصفحة معلومات تتعلق بالمنتج الذي اخترت بما فيه اسم المنتج ورمز الرخصة ورابط التحميل. اضغط على زر Download لتحميل أداة تثبيت للبرنامج. اضغط مرتين على أداة تثبيت برنامج فيزالي لعلم التشريح، ثم سيتم تشغيل أداة تثبيت برنامج فيزالي. اضغط على زر Next وثم وافق على الاتفاقية، ثم اضغط Next مجددا. يعد إدخال اسم المستخدم اختياري، لذا اتركه فارغا وادخل رمز الرخصة، ثم اضغط Next. اختر الموقع الذي تريد التثبيت فيه على جهازك واضغط Next، ثم اضغط زر Install للبدء بعملية التثبيت. اضغط زر Next وقم بتأكيد خيار Create Shortcut وشغل البرنامج فيزالي علم التشريح. يمكنك الآن الاستمتاع باستخدام برنامج فيزالي علم التشريح ثلاثي الأبعاد.